السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في تلفزيون الكويت غنى الرياضيه دائما ارحب بكم في برنامج قصه انجاز هذا البرنامج الذي يسعى ان يسلط الضوء على الشباب المنجزين وايضا على رياضتهم التي يمارسونها ضيف طيب اليوم هو الكابتن محمد العجمي وهو لاعب في رياضه السباحه لدى الاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ وتحديدا في سباحه الزعان حياك الله كابتن محمد. الله يحييك. الله يطول عمرك. ومشعل ببدا وياك في نشأتك الرياضيه. كلمني عن نشأتك الرياضيه اللي خلتك تتوجه الى سباحه الجزعان. والله اول شيء ابتديت بمركز الشباب السالميه م. هذا الحكي في سنه 91. م. كان فيها فتره صيفيه وفتره يعني فتره صيفيه فتره صباحيه ومسائيه. فصباحيه كانت فتره سباحه. هني انا تعلمت السباحه. هذه الفتره من بعدها عندي الوالد والوالده بعد ما شافوا اني انا بلشت اسبح لا يبون يطوروني اكثر اتجهت الى نادي القادسيه لعبت في نادي القادسيه في سنه 92 كون انا ترى اخواني خمسه احنا كلنا لاعبين نادي القادسيه واخواني منهم ثلاثه سباحين انا من ضمنهم يعني احنا ثلاثه سباحين واثنين يلعبون العاب ثانيه في نادي القادسيه كلهم كبار الاكبر مني لا اثنين اكبر مني الغتسية؟ ولا اثنين اصغر مني الاصغر مني سباحين معي ايوه كلكم رحتوا القادسيه؟ كلنا <applause> القادسيه ولا القادسيه نعم جميل فبعدها قعدنا من من 92 الى غايه 99 2000 ايه شاركت بطولات طبعا الحمد لله يعني محليه وانضميت انضميت الى المنتخب في 93 تقريبا 93 بس كان عندي سوء حظي هي الاصابات كانت شوي ضايقني اللي يستبعدوني فكذا مره ادش المنتخب واطلع من الاصابات اللي تصير وقت يعني غير مناسب طيب وكانت الدراسه شوي عندي شوي اهل محرصين على الدراسه. فكان الدراسه شوي عندهم اهم حتى من الرياضه. طيب. فلين وصلت 99 2000 هني دخلت الى لل... وقت الدراسه العليا عاد فاضطريت اني انا يعني خلاص لهيت مع دراستي وقفت رياضه السباحه من 2000 تقريبا الى غايه 2023. جميل انت انت سبقت أحداث كلها، خلينا خلينا نبدا وياك حبه حبه يا كابتن أيه. محمد. نبدا إياك وياك في في بدايات التسعينات في أيه. هذه الرياضه، رياضه أيه. سباحه الزعانة شلون كان انتشار هذه الرياضه؟ بين الشباب بشكل عام. سباحه الزعانف انشات ترى في 2003 2020 بس السباحه بشكل عام؟ بش... السباحه بشكل عام لا انشات طبعا من... يعني من زمان هي مم. بس اني انا دخلتها لان يعني فتره الصيف يوم تعلمت السباحه آه... هي يعني حسيت انها لعبه هي مو يعني ما هي لعبه كثر ما هي شيء لازم اتعلمه بحياتي يعني. مم. يعني هذا اللي خلاني شويه يميل للسباحه مم. لان كنت وقتها في النهايه ما كنت اعرف اسبح. مم. و الثقه اكثر لما تعلمت السباحه فرقت معي حياتي حيل يعني فهذا مم. اللي خلاني شوي يعني اميل للسباحه اكثر وانا مم. من بعدها سحبت طبعا اخواني الصغار عليها لأن بعد ما حرفت انها لعبه هي هي شيء بالحياه ضروري اكثر من انها هي رياضه صحيح صحيح ممكن يواجهك موقف تحتاج تكون فرض عليك تعرف عليك تكون سباح فهذا هذا اللي خلاني شوي انا اميل للسباحه اكثر مم. وحبيتها يعني من بعد اول بطوله مم. يعني ب 92 تقريبا مم. شفت التنافس وشفت الـ 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 يعني الـ الـ الحركات هذه في في التشجيع والامور هذه هذه شوي خلاني لا ابي لها اكثر كانت سباحه عاديه سباحه عاديه انا كنت سبح مسافه طويله ايه اختصاصي يعني مسافه طويله وسباح ظهر <applause> فهذه هذه كانت البداية بداياتي هذه من 92 ما فكرت في كان وقتها ايضا كرة قدم واللعبات الجماعية وخلينا نتكلم تحديدا كرة القدم كانت لعبة شعبية ومنتشرة وكانت لها يعني رونق خاص ما بين الشباب نعم. ما فكرت انك لك تتوجه الى كرة القدم هذا تذكر يعني ياتني على سؤال سبحان م. الله كانك انا رحت نادي القادسية اساسا م. الوالد والدة يعني بيودونا يلعبونا بنادي فقلت لهم ابي غدا إيه؟ فقالوا وقت التسجيل ما في غدا من الحين نطلب السنه الجايه لان التسجيل فكر. سكر سكر إيه؟ فقال لي هو نفسه اللي سجل في لعبه السباحه ليش ما تدخل السباحه؟ فقال لي الوالد يوم تعرف تسبح إيه؟ تدخل السباحه جربها إيه؟ وبعدها ننقلك فسبحان الله يعني ما كنت صوب السباحه انت اي يعني لا انا إيه؟, إيه دخلتها بالصدفه اي يعني انا يعني بروح قدم إيه؟ اللعبه الاكثر شعبيه على قولتك تقول إيه؟ شلون شعبيه واكثر فهذا خلاني اميل له طيب يعني رحت دخلت السباحه سبحان الله مشيت طيب كابتن محمد في تلك الفتره كان تقدر تجمع ما بين اللعب الفرديه واللعب الجماعي نعم ما فكرت انك ايضا تلعب سباحه وانك ترجع مره ثانيه تلعب كره قدم ما أقل... م... لا ما فكرت وثاني شيء ما كان في وقت كنت م. يعني اتمرن الساعه 3 العصر 3 ونص اطلع 8 ونص 9 بالليل فما عندي م. وقت كلش اني العب هنا وهني ما ما كان كل الوقت ما, ما كلش يعني هي كان وقت قاعد يعني, يعني طالب صغير فكنت يا دوب اكتب على قولتهم واجباتي وهذا بسرعه عشان اروح النادي الساعه 3 اذا ما كتبت الواجبات ما تبي النادي اي, أي. هذه بعدها أي. من القوانين لو فرض من... عليك تكتبهم فرض راح تروح النادي <applause> طيب كابتن محمد ال... الوقتها الزملاء ال... 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 اللي كانوا معك في النادي أي. يعني الاسماء اللي كانت مشاركه معك واللي ايضا كان لهم دور يعني هل شفت في منافسه بينكم من بعض هل شفت في اسماء واعده ما استمرت آه فيه في في عندنا الله يذكرهم بخير آه اقول لك اساميهم محمد الكندري طبعا في لاعبين راح أتكلم لك يعني وصلوا الى عمر خلاص وقفوا يعني عمر افتراضي يعتبر كرياضه انه لازم يوقف فيها يعتزل اللعبه. يعني مثل سلطان العتيبي كان بطل اسيا، فهد العتيبي اخوه، محمد الكندري، عيال الرزوقي، مساعد ومشاري، حمود الحمود، محمد الحمود، زين العابدين، اخوي عبد الله واخوي سويد اخواني. م. هذا تقريبا اللي عدنان وعبد العزيز أشكلاني هذه الاسماء لو كان مستمره كان راح يكون لها ايضا نعم بس هم خلاص العمر العمر الافتراضي اللي كان لعبه سباحه يعني كم العمر الافتراضي لهذه اللعبه؟ يعني 26 خلاص 26 26 27 يعني مع ان كره القدم ممكن 35 توصل اي إيه بس السباحه 25 26 ليش؟ بس هي خلاص هذا هذا اللي سبحان الله يكون لحد الحين القوة فيه أكثر مرونة موجودة مرونة موجودة والقوة عندها أكثر يعني وأمور الحياة عندنا إحنا بالكويت تعرف لا في مثل فتف... ما عندنا تفرقات ما عندنا الأمور هذه أنا يعني قاعد أداوم ولا كموظف أو طالب صحيح أي بعدها أروح على طول ال... ال... النادي فخلاص بعد ما يوصل لدراسات عليا من بعد الثانوية يدخل جامعة ولا هذا خلاص ما راح يقدر يوافق بين هني وهني ما راح يقدر صحيح و... يعني من ناحية عمر من ناحية ال... ضغوطات الحياة شكلها طيب أول بطولة شاركت فيها مع المنتخب في تلك الفترة في رياضة السباحة؟ ما شاركت قلت لك حظي كانت الاصابات عندي الاصابات كان لها كان دور واضح معي أي. يعني قعدت مره في مره من المرات قعدت ثمان شهور جبس بريلي يعني ثمان شهور كامله يعني تقريبا سنه محمد كنت مشاكل انت شكلك لا مو انا قلت لك احب العب كره اي اي فالعب كره تلقى برا هني ولا هني واتعور مع انه كان ممنوع علينا يعني ممنوع أي ممنوع علينا لاب علي اللعبه فردية ما ما ي... ما يلعب لا تطلع برا تلعب وهذا وهسه انا كنت صغير يعني مم. انا قاعد اكلمك عمري 12 سنه 11 سنه فكان فكان بسبب الاصابات اي ما ما قدرت يعني سبحان الله يجي وقت البطولات اكون انا ليه غايه حتى ترى يعني اخر اخر بطوله اللي شهر السنه طافت ما قدرت اشارك فهمت تعورت اصابه <applause> طيب كابتن محمد اليوم السباحه في هذه الرياضه شنو اثرها اليوم حتى على اللاعب نفسه يعني؟ شلون شلون ممكن يستغلها ايضا في حياته الشخصيه؟ والله شوف هي السباحه اول تعطيك ثقه بالنفس <applause> ثقه بشكل مو طبيعي. آه، السباحه تخليك تطلع آه، الطاقه السلبيه اللي فيك كلها مم. مجرد تمرينك هذا في الماي الطاقه السلبيه اللي فيك تطلع سبحان الله بروحه لا شو تطلع من الحوض تحس انك انت من واحد من اول مولود مم. من اول آه، من الحياه الخارجيه يكون عندك ثقه يعني بالماء ترى يعني وايد ناس اعرف, أعرف ناس انا يسبحون مم. يعرف يسبح مم. بس كل انا عندي فوبيا اني اطب في البحر يتخوف اي ليش تعرف تسبح تعال تطفى اي ليش ما تنزل؟ يقول لا فوق يعني ما انا لا فوبيا اخاف ما عنده ثقه انا اعرف اسبح بس اذا نزلت البحر لازم الطفاحي وياي تكون <applause> هذه شوف هذه ولا اه. ولا راح ولا راح اقرب تنزل راح انزل اي مع انه هي يعني ترى هي سهله يعني mh. كسباحه ممارسه mh. سباحه انا اشوفها نظري هي مثل الكمبيوتر لو تمارسها كل يوم صح راح راح يعني تمشي فيه جميل إيه. راح تسوي كابتن محمد في هذه التفاصيل سمع. اكثر وايضا انتقالك الى سباحه الزعانف وتفاصيل اكثر ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده لكم ويانا عوده مره اخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومره اخرى راح في الكابتن محمد العجمي حياك الله كابتن محمد يحييك الله يسلمك كابتن محمد انتقلت من السباحه الى سباحه الزعانف يعني كلمي عن الاختلاف ما بين هذه الرياضه وهذه الرياضه او هم متشابهين في كل ال... في كلا في كلا في كلا السباقات والبطولات شوف سباحه الاتحاد الكويتي للسباحه هي تشمل ثلاث لعبات م. اللي هي طبعا السباحه وكره الماء والغطس يختلفان يختلفون تماما عن الاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ تحت الكويتي الغوص والانقاذ في خمس لعبات شنو هي اللعبات؟ اللي هي الغوص الحر، الغوص الرياضي، ورماية تحت الماء، تصوير تحت الماء، سباحه الزعانف. فيختلفون اختلاف كلي. احنا نخليهم كلهم نتكلم عن سباحه الزعانف اللي هو تخصصي انا. سباحه الزعانف كقوانين كقوانين تشابه قوانين السباحه. قوانين السباحه مثلا بدايه الستارت 15 متر تحت الماء ما طلعت قبل 15 تطلع دكيو خارج السباق. تحركت على الستارت مجرد حركه هادي ميلان هذه سباحه سباحه زعانف دا. وسباحه العادية نفس القوانين نفس القوانين يقول ميولك حركتك على الستارت قبل الصفاره هذه فيها ديكيو ديكيو او ل... انه ممكن خلاص انت انت خلاص سباق اوت اللمس عند ال... توصل عند البورد النهائي اللمس ما لمست عدل سويت التيرن ما حست الطوفه ديكيو نفس السباحه بالضبط هذه الامور شو اللي يختلف فيها؟ اللي يختلف فيها سباحه الزعانف آه لازم يكون عندك لابس التزعانف وسنوركل لازم لازم هذه شغلة الشغلة الثانية هي لعبة واحدة السباحة الحرة فقط مم. هذا اللي يختلف عنها عن السباحة العادية السباحة العادية بإمكانك تنزل حتى لو من غير نظارة أو من غير أي شيء إحنا مم. لازم الزعانف والسنوركل سنوركل تلبسون لأن لأن هي قوس في الأخير لا سنوركل هي هي اللعبة اللي تتبع اتحاد كويت الغوص والانقاذ هي اللعبة لعبة تتبع الغوص والانقاذ فهي فيها هذه السنوركل لازم تلبسه بس هل جسمك يكون يعني في عمق لا 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 تسبح, سبا. تسبح سباح, عادية. سباح عادية. تسبح سباحه عادي تسبح عادي سباحه عاديه تسبح مثل م. الحره العاديه ولكن لابس زعانف وسنوركل بس شو تستفيد منه؟ هي هي كذي قوانين اللعبه كذي هو كاتحاد سيماس هذا اللي سوى الاتحاد القوس والانقاذ هو هذه شروط اللعبه تكون بهذه الطريقه طيب مثل اي لعبه ثانيه لها شروط هذه م. لها شروط انك تلبس زعانف وتلبس جميل عرفنا الحين المخالفات أي. اهم قوانين هذه اللعبه هذه قوانينها طبعا اللي قلت لك هي لازم لابس سنوركل والزعانف وقبل بدايه الانطلاق السباق عندك دقيقه 60 ثانيه تلبس فيها الزعانف والسنوركل يعني م. انت قاعد تتسابق قبل السباق هذه الدقيقه لازم تلبس لازم بالتايب 60 ثانيه شاشه قدامك 60 ثانيه م. تلبس فيها الزعانف م. والسنوركل وتجهز نفسك فيها وهذا يمدي الوقت اه ان شاء الله يمدي اه. ايه يعني بس انت لازم انت ما تدري شنو الظروف تنقطع معاك الزعنفه تنقطع معاك هذا فانت لازم تكون عندك شويه يعني آه هذه اعصابك تكون شويه ماسكها لان ما تدري شنو الظروف راح يفشك فيها. جميل، إيه؟ طيب آه هذه من ناحيه القوانين والمخالفات، شلون يتم الفوز؟ شلون تجميع النقاط في هذه؟ ما في كسر ارقام كسر ارقام نفس السباحه -hmm. اللي يوصل اول تايم عنده هو اللي ياخذ الميداليه. الى الان الرقم اللي كسرته كابتن محمد شنو في كذا سباقات إيه. في سباحه الزعانف سباحه الزعانف انا ما كسرت رقم للامانه يعني عالمي كسرت ارقامي انا نفس الشخصيه 22 ثانيه بال 50 حره حلو الـ 51% مه. في ال 200 دقيقتين دقيقتين واحد او دقيقتين اثنين تقريبا كارقام شخصيه انا كسبت أرقام الحمد لله جميل بس خلينا ايه نتكلم ايضا عن الصور الموجوده هنا كابتن محمد هذه ايه مشاركاتك؟ هاي مشاركاتي هذه اللي تحت بلجراد واللي فوق هذه بشرم الشيخ بطولة العربيه الافريقيه اللي حققت فيها الميداليات الميداليات ايوه راح اتكلم عن هذه الميداليات هذه ايه المشاركات شلون ك... كلمني اكثر عن المشاركة هذه شلون تكمل التنسيق الخطوات للمشاركه فيها؟ طبعا هي يفتحون التسجيل يكون عنده علم اتحاد الكويتي للغاز والانقاذ يكون عندهم علم بفتره البطوله هذه م. فيبدا عاد هني اختيار اللاعبين عن طريق ارقامهم بوقت التمرين م. قبل التمرين يسوون ارقام يقيسون ارقام اللاعبين ويشوفون الافضليه م. ويشارك بالبطوله فيكون في, البطولة. في بعض الطريقه هذه لا. وتسجل ارقام الارقام الافضل هم م. اللي يشاركون في البطوله وكم هم. عدد المشاركين؟ والله شوف شرم الشيخ احنا سبع لاعبين من شباب وبنات. اها. اما بطوله العالم شاركنا احنا ثلاثه. شباب اللي من الكويت اي من الكويت لكن بشكل عام في البطوله البطوله لا شرم الشيخ ثمان دو سبع دول سبع عربيه دول. و... ايه والبطوله العالم 24 دوله 24 دوله ايه الدول العربيه اللي فيها كانت بس الكويت ومصر والاردن ما شاء الله وحققت ايه فيها البرونزيه احنا لا اي يعني احنا احنا لاعبين انا منصور جبنا ايه. ايه, ايه فيها يعني وفيصل الفلشاوي جاب ارقام شخصيه ما شاء الله ايه ممتاز يرح يعني يرح وهذا وانت كنت غايب عن المشاركات كلنا غايبين كنا 18 سنه اي أيوة والله يعني فتره مو مو قصيره وقاعد اكلمك احنا لاعبين رايحين يعني قاعد ننافس وفود مجهزين كاملين طاقم طبي اعلامي مدربين بدال مدرب واحد ثلاث مدربين احنا بالكويت ما عندنا هذا كله احنا مشاركين رايحين احنا ثلاث لاعبين نشارك بنفسنا تدربنا بالكويت وطلعنا رحنا شاركنا البطولة ولكن حققت والحمد لله كف عليكم يعني الله يسلمك طيب كابتن محمد هذه المشاركة اللي كانت من من بعد التوقف يعني 18 سنة هذه البطولة اللي شاركت فيها البطولة العربية كانت 2000 2023 شهر 11 والبطولة العالم العالم شهر 7 شهر 7 2024 24 <applause> كلمنا عن هذه البطولة 2023 البطولة العربية اي البطولة العربية هذه البطولة انا شوف للامانة دخلت هذه البطولة قلت لك من بعد انقطاع إيه؟ دخلت هذه البطولة بعرف مستواي بعد للشخصة. من بعد هذه الفتره أنا أشوف انا كم ارقامي ايه وبحاول احتك مع اللاعبين مع اجواء البطوله مع الحس الـ 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 الستارت البدايه هذه يعني لما أنا ما توقعت اني انا اطلع بمداليه يعني بهذا الانقطاع والعمر وفرق العمر وانا تقريبا اكبر لاعب مشارك في البطوله ما ايه كان اصغر لاعب من بعد من بعدك ايه يعني نص عمري <تصفيق> 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 23 عمره ينادينك يوبا ها؟ الحمد لله تلمي. لا ضايع وياهم بالشكل هذا ضايع معاهم <applause> إيه ما راح يبين إيه ما راح يبين بس انه زين يعني من بعد القطاع اول يعني 18 إيه. سنه وتشارك في هذه البطوله وشاركنا ويا زملائي طبعا يعني احنا 54 خذينا برونزيه فيها يعني عندي سويد اخوي كان معي وزينب حجي واسراء علي البنات كلها خذينا برونزيات ومنصور خذ برونزيه بعد طيب شو كانت التحديات لكم في هذه البطوله؟ التحدي الاكثر بالبطوله العربيه؟ البطوله العربيه التحدي الاكبر قلت لك ان هم الافرغه اللي قاعد ينافسها جاهزة, جاهزه يعني لدرجه انهم شاركوا بالبطوله العربيه قبلها بثلاث ايام خلصين بطوله هم يشاركون بالسنه سبع بطولات ثمان بطولات احنا بالسنه نشارك بطوله واحده عندهم احتكاك اكثر أي. احنا بطوله واحده شوف الفرق هات. من سبع ثمان بطولات الى بطوله واحده احنا قاعد نشارك فيها بالسنه مم. فهذا يعني انت قاعد تنافس ناس تاخذ منهم على تسحب البساط من تحتهم ميداليه هذا وايد شيء حلو يعني وايد شيء مشرف يعني التحديات اللي ممكن تواجه اي سباح خلينا نتكلم عن سباحه الزعانف شنو ابرز التحديات اللي ممكن تواجه الصعوبات اللي ممكن تواجهها في هذه الرياضه من ناحيه شلون الصعوبات ما ممكن انه يكون يكون عنده تردد في ان هذه الرياضه خوفا من الصعوبات اللي ممكن تواجه شنو ابرز الصعوبات اللي ممكن تواجه أه ما في شوف هي ما فيها كصعوبات كثر ما هي شوف في شغلات يعني انا واحد من الناس انا واحد من الناس احاتي وايد السنوركل انه يطيح مني هذا يعني وايد افكر بهذا الموضوع لان ان طاح منك خلاص يا انك تعدل وانت راسك تحت الماي يا انك تسبح من غير لا تنسم وما راح تقدر تسبح من غير لا تنسم صح. فوايد انت تخيل انت متجهز للسباق هذا كله وناطر م. هذا الغلطه لو نزلت وفلت منك السنوركل طيب شلون تجهز نفسك لهالموضوع هذا؟ تنسى ها خلاص اسلم نفسي يعني طبعا قبلها انا اتعلم عليها اخذ يعني مثل ما تقول قبل السباق عندك تقريبا ساعه تدريب قبل بدايه البطوله ينزلون اللاعبين يدربوا فقعد ادرب نفسي عليها احاول اضبطها كثر ما اقدر وتوكل على الله. الابرز خلينا نقول المنافسين لهذه الرياضه خلينا نتكلم في منطقه الخليج وعلى مستوى الوطن العربي. <applause> الخليج الكويت متصدره. بلا منازع بالكويت بالخليج اما بدول مصر مصر تونس متفوقين في رياضه ايه. ايه. السباحة سباحه ايه. مصر طبعا فوقين على مستوى العالم بعد شنو السبب؟ قلت لك اول شيء عندهم الاستعداد كامل للعبه مم. واللعبه يعني احنا الاتحاد الكويتي بلش شهاراً ب 2020 الدول الدول الثانيه من الستينات ومن السبعينات ومن الثمانينات حتى مصر يمكن مصر اول الثمانينات بدوا يلعبون في, في هذه الرياضه إيه. فيعني في لاعبين عندهم فتحت عينهم على لعبه سباحه الزعانف يعني هو ما عرف السباحه العاديه دخل تعلم سباحه الزعانف بدايته فاسس نفسه صح؟ تاسس اي تاسس هو بهذه اللعبه أه انتم ايضا اسستوا نفسكم يعني في السباحه هي ما تختلف عن سباحه الزعانف بشكل كبير يعني. لا ما تختلف بشكل كبير بس في احنا سباحه الزعانف ترى نوعين في نوع اللي هو زعانف المزدوجه اللي انا استعملها اللي هي ثنتين وفي المونو المونو اللي هي زعانفها الكبيره ايه شو الفرق بين هذه وهذه؟ المونو لها سباقات ثانيه ايه. المونو تصير تحت الماي ال 50 متر تكون تحت الماي ما تطلع برا وفي منها اللي هو برا الماي مم. هم تسبح من غيرها طبعا سباق تحت الماي او فوق الماي يدك ما تتحرك يدك لك قدام جسمك يتحرك جسمك يتحرك حرك 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 إيه 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 مثل الدولفين اللي هو سباحه الدولفين نعم إيه وفي سباحه المزدوجه اللي احنا اللي هي السباحه الحره العاديه جميل إيه طيب انا راح استمر وياك في هذه اللقاء الجميل ايضا راح انتقل وياك الى بطوله العالم مشاركتكم فيها وايضا الاسماء اللي كانت مشاركه في هذه البطوله وتفاصيل اكثر اكيد في الفقره مش الاخيره مش من هذه الحلقه ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم لنا عوده خلكم معنا. عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ومرة أخرى راح في الكابتن محمد العجمي حياك الله أبو الله يحييك الله مشعل انتهيت من البطولة العربية وجاكم حافز يعني بعد الرغم اللي حققتوه يعني يلا نبي نكمل نستمر وشاركتوا أيضا في بطولة العالم كلمة عن هذه المشاركة طبعا بطولة العالم اللي كانت بعاصمة صربيا بلغراد شاركنا فيها احنا ثلاث لاعبين انا أخوي منصور المنصور وكابتن فيصل الفلشاوي <applause> احنا شاركنا ثلاثه ضد الدول وفود كامله مجهزه لله <applause> آه الحمد كان الاتحاد الكويتي للغوص كان عنده ثقه بان احنا راح يعني نحقق شيء في هذه البطوله فاختارنا احنا ان نشارك في هذه البطوله طبعا دعم كان من النادي البحري الكويتي بالبطوله كامله وشاركنا والله الحمد قدرنا نحقق احنا من ست سباقات اربع ميداليات في العالم. ما شاء الله. اي نعم. فحققنا ذهبيه وفضيه وبرونزيتين. في سباحه الزعانف, الزعانف. نعم. مزدوجه ولا الفردي؟ لا المزدوجه خذينا فيها برونزيه والمونه خذينا فيها ذهبيه وفضيه و ذهبيه وفضيه وبرونزيه أخي منصور وحطوا فيها رقم العالم. منصور هو الـ هو سباحه المونه هذا هو سباحه ما شاء الله. وزعانف حققته فيها المركز الثالث البرونزيه شلون كانت البطوله بشكل عام؟ شلون كانت أجواءها؟ شلون كانت المنافسه فيها؟ والله المنافسه كانت طبعا قلت لك تقريبا 24 دوله هم مشاركين مم. وهم ارد اقول لك اللاعبين اللي مشاركين معانا ناس يعني على مستوى على احترافي على مستوى ناس اللي قاعد يسبح وياي خذ الذهبيه من عمره 14 سنه وهو قاعد يلعب سباحه زعانف مم. ف وأنت وانت 18 سنه موقف انا 18 سنه موقف 18 سنه بس سنه وقاعد يلعب نعم وثاني وثاني بطوله لي يعني خلال سنه يعني او من سنه بعد فنزلت وياه في السباق الاول ما توفقت فيه اخذت الرابع مم. السباق نفس اليوم طبعا الصبح كان العصر عندي السباق الثاني قعدت بروحي بالغرفه قاعد اريح شي قلت لا انا راح اخذ ميداليه راح اخذ ميداليه ما راح اخلي السباق يروح مني مم. كم عدد المتسابقين وقتها؟ في اللي موجودين في في الجوله الثانيه الجوله الثانيه طبعا هو طبعا الاولى السباق الاول كان 100 متر السباق الثاني هو 50 متر اللي اخذت فيها البرونزيه مه. طبعا هو يكون نظام هيتات تكون يعني جولات مه. يعني تقريبا كل جوله فيها ثمان لاعبين ثمان لاعبين ثمان لاعبين ويتم تصفيتهم؟ تصفيتهم بالتوتالهم كامل اول ثلاثه هم اللي راح ياخذون ممتاز من يعني تقريبا كانوا نقول يعني اكثر من 18 19 لاعب يعني كذي تقريبا الـ الـ المشار... كم عدد الجولات اللي شاركتوا فيها؟ تقريبا انا اللي نزلت ال 50 كانت تقريبا اربع اربع جولات تقريبا مه. اي تقريبا اربع تخصصك كابتن محمد في ال 50 متر؟ ال 50 وال100 اكثر شيء اي وال200 يعني اقدر عليها ان شاء الله يعني احقق فيها شيء بس هم هم يعني طلعت فيها الرابع بعشار بيني وبين الثالث. إيه. من اللي متميز في هذه الرياضه عاده يعني خلينا نقول في كاس العالم اللي شاركت فيها. في كدول؟ اي كدول. آه عندك كولومبيا، عندك آه الروس، آه آه هنغاريا، مم. الصين، كلهم هذول يعني ابطال مصر. مم. بس احنا الحمد لله الكويت سجلت وياهم يعني. احنا خلال ممتاز. اربع سنوات الحين من اشهار النادي عندك اكثر من 37 ميدالية. ما شاء الله من أربع، في من اربع كاتحاد كامل. إيه؟ من جميع الالعاب خذينا 37 ميدالية من هذه الدول كلها واحنا اربع سنين يعني اغنى اربع سنين فعليا يعني برافو عليكم والله حل... ان شاء الله بعد استمرار يعني الحين هذه الميداليه برونزيه وهذه الميداليه ال.برونزية هذه البطوله الافريقيه العربيه إيه؟ هذه وهذه البطولة العالم وهذه بطوله العالم اللقاء إيه؟ اللي بعده ابو مشعل نبي عندنا شهر تسعه ان شاء الله شهر تسعه باذن الله وين راح تكون؟ تكون تايلاند ان شاء الله بطوله شنو؟ بطوله العالم بطوله العالم, 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 العالم اي بس راح تكون اسيا يعني هي اكثرها راح يكون مشاركين فيها الدول اسيا اكثر من يعني ليش شنو السبب لان المسافه عندهم شوي بعيده اه. فما راح تلقى الدول كلها راح تشارك بعدد لاعبينها راح يقلون شوي مه. بس اسيا راح يزيدون يعني اسيا وايد قويه في تشوفون المنافسه مع اسيا اكثر من صعوبه من الشرق اسيا وايد يعني شطار بهذه اللعبه ومتمكنين فيها متمكنين فيها وخاصه قلت لك على هم نفسهم تايلاند الصين مه. كوريا فيتنام افلام <applause> وايد قويه فالبطوله الجايه في في شهر 9 شهر 9 باذن الله الله يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله نرد الذهبيه يعني ان شاء الله طيب آه، كابتن محمد اليوم نفس هذه الرياضه شلون قاعد تشوف انتشارها بين الشباب؟ خلينا نتكلم نقول سباحه الزعانف. آه، الامانه هي للحين ما انتشرت يعني في ناس وايد لحد الحين مو عارفين شنو سباحه الزعانف لما تيجي يقول لك انت الذهبيه مثل البرونزيه بالعالم شنو؟ يعني سباحه تتعب على ما على ايه ما توضح له تعال قول له شنو لعبه سباحة زعانف لا سباحة زعانف يقول لك شنو سباحة زعانف اه لما توريه يشوف ترى انا واحد من الناس دخلت اللعبه ما كنت ادري انه في لعبه سباحة زعانف لحظة الصدفه ايه اخوي كان قبلي اخوي قال لي اه كان موجود وياي بالصوره الحين قال لي اه تعال العب وياي اللعبه فقلت له انا ما يعني شنو اللعبه؟ فقال لي سباحة زعانف اه فيوم في شفتها دخلت انا ما كنت ادري عنها فما تشوف للحين ما لها ما في لها انتشار بس إيه هو للامانه يعني التلفزيون الكويتي هو اللي قاعد يحاول كثر ما يقدر يعني مشكورين على هذا الشيء قاعد يحاولون يدعموننا كثر ما يقدرون ويوضحون للناس وبين هذا الشيء ان في ناس وايد بلشت تعرف الرياضه هذه بالعكس يستحقون دائما اي رياضه لها انجازات لها ارقام ان كانت لعبه لعبات فرديه او لعبه جماعيه يجب يتم تسليط الضوء عليها يجب يعني ايضا نشر هذه الرياضه بين الشباب لاستمراريه تحقيق الانجازات اليوم تشوف بالعكس بيكون في إقبال للشباب لهذه الرياضه تشوف إن الارقام راح تزيد الميداليات راح تزيد صح وايد وايد في ناس عندنا يعني ترى حتى يعني من الشباب ومن زميلاتنا البنات قاعد يجيبون ارقام ما شاء الله وقاعد يحققون بس مثل ما قلت لك محتاجه بعد اكثر يعني نوصل للناس ان شنو هذه اللعبه مه. لان اكيد في ناس راح يتميزون يدشونها بس يمكن ما يدرون عنها. شو تحتاج اللعبه هذه عشان توصل لمرحله يعني خلينا نقول منافسه على مستوى العالم؟ أه طاقم تدريبي أه طاقم طبي أه حوض يعني قلت لك النادي البحري مشكورين على هذه المبادره منهم اللي هم يدعموننا إنهم معطينا الحوض نتمرن فيه فمحتاجين يعني أه هذه الامور تقريبا هي الاساسيه. يعني ان أه تكون المنشأه الرياضيه المنشأة موجوده. يستطيع اللاعب انه يمارس فيها الرياضه. ومدربين مختصين في هذه اللعبه. ان شاء الله باذن الله يعني رسالتكم توصل اكيد لاستمراريتكم تحقيق الانجازات. بالنسبة. تقريبا انا وصلت معك للختام كابتن محمد ولكن قبل ان اختم معك ابي كلمه اخيره حاب توجهها لاخوانك الشباب محبي الرياضه وتحديدا محبي رياضه السباحه. احب اقول لهم اللي متميز بهذه اللعبه ويحس انه هو قادر خليه يتجه الى نادي او اتحاد كويت للغوص والانقاذ. لأنه ما عمره راح يجيك الاتحاد راح يجي عندك لازم انت تروح صح لك. بادر بادر انت وراح تشوف في احتواء كابتن محمد يعني في في نعم نعم في احتواء كبير يعني م... م... اهتمام اهتمام رئيس الاتحاد المهندس طلال سرحان وفي بالنسبه للخوات عندنا المدرب كابتن هنادي الزعابي مدير الفريق النسائي قاعد تعاملهم كنا امهم فيعني ما شاء الله الاحتواء عندنا والتعاون ما كنا اتحاد ولاعبين لا اسره صح اسره فقلت ما قلت لك اللي حاز نفسه يتوجه وما راح يردون ان شاء الله النادي الكويت للقوس والانقاذ راح يشوفون قدراته اذا كان قدراته زينه راح ان شاء الله يستمر معانا واذا ما هذا يحاولون يعدلون من قدراته باذن الله. الله كل شكر لك كابتن محمد العجمي الله يسلمك آه لاعب في سباحه الزعانف نتمنى لك التوفيق في البطوله آه القادمه في تايلند باذن وهي بطوله العالم وان شاء الله باذن الله اللقاء معك راح يكون على الميداليه الذهبيه باذن الله الله يسلمك واتشرف فيكم ومشكورين على الاستضافه الحلوه كل الشكر لك الله يسلمك ايضا كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه موعدنا معكم سيتجدد ان شاء الله في الحلقات المقبله الى حين ذلك الوقت في الله